يعتبر مركز التراث العربي أحد أقسام معهد الشرقة للتراث، الجهة المتخصصة في عرض التراث العربي، والذي يعتبر أحد أهم المؤسسات المعنية بصون التراث العربي. إلى التفاصيل. مركز التراث العربي مركز متخصص في عرض التراث العربي، وهو أحد أقسام معهد الشارقة للتراث، ويضم المركز 4 قاعات مقسمة بحسب الأقاليم في الوطن العربي بألوانها وزخرفتها وتنوع الخيوط الذهبية والفضية الفاخرة المستخدمة في التطريز. يأتي قسم دولة الإمارات الذي يحتوي على الأزياء التقليدية. هذا المركز مشروع وجه به صاحب السمو حاكم الشارقة ليكون مشروع داعم للتراث العربي. المشروع ينقسم إلى أقسام معينة، منها هذا يعني القسم، وهو متحف التراث العربي. متحف التراث العربي هو متحف إثنوغرافي للأزياء والزينة العربية. وليس ببعيد عن قسم الأزياء الإماراتية، تأتي شبه الجزيرة العربية بقسم يضم عددا من الأزياء وأدوات التراث المرتبطة بهذه المنطقة، والتي تأثرت بالعديد من الحضارات وشكلت تراثها، وعكست الأدوات في هذا القسم أنشطة الغوص وصيد اللؤلؤ. أما القسم الثالث فمن نصيب وادي النيل والمغرب العربي، ويحتوي بدوره على الأزياء والأدوات التي تأثرت بمختلف الحضارات والديانات في المنطقة، حيث استمر أهلها في المحافظة على هذه التقاليد والأزياء المتنوعة، وحرص سكانها على اقتنائها حتى الآن. وأخيرا بلاد الشام والرافدين، ويشتمل هذا القسم على أدوات التراث المتعلقة بالمنطقة والمرتبطة بالديانات والحضارات، حيث انعكست هذه الحضارات على الأزياء والأدوات التراثية. مركز التراث العربي الذي يضم أيضا الأرشيف ومكتبة تضم نوادر الكتب، كذلك هناك المطبوعات والنشر. بهذه الأقسام الأربعة يحقق المركز أهدافه المتعلقة بصون التراث العربي وحفظه ونقله للأجيال. يعمل متحف التراث العربي على حصر عناصر التراث الثقافي وحفظه وصونه ونقله، وتعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي الإماراتي والعربي. لأخبار الدار، فايزة ضنحاني.